انطلقت اليوم التصفيات الولائية لرياضة الجيدو بولاية عين تيموشنت والمدرجة ضمن الرياضات المدرسية. تعتبر هذه التصفيات مؤهلة للبطولة الجهوية المقرر تنظيمها بولاية معسكر. اليوم نحن في تظاهرة رياضية مدرسية، هذه التظاهرة بمناسبة تزامنا مع اليوم المصري، وفي نفس الوقت هي بطولة ولائية مدرسية مؤهلة البطولة الجهوية إن شاء الله اللي غادي تكون في ولاية معسكر يوم 15/3/2022. أنا فيها الرابطة الولائية للرياضة المدرسية بالتنسيق مع الرابطة الولائية لرياضة الجيدو، ونشكر الرئيس تاعها اللي وفق باش تكون ناجحة هذه التظاهرة، بالطبع تاع الشرف مديرية التربية ومديرية الشباب والرياضة. التظاهرة إن شاء الله غادي تكون تعرف ولا أحرارها عرفت جو تنافسي، لان غادي يكون كاين متاهل واحد من كل وزن، وان شاء الله في المجموعه غادي يكون كاين 16 لاعب او رياضي في هذه الرياضه ديال الجيدو، غادي ان شاء الله يتنقلوا للمعسكر وان شاء الله يمثلوا الولايه احسن تمثيل والمؤسسه تاعهم احسن تمثيل. نطلبوا لهم التوفيق. نحن في صدد اجراء البطوله الولائيه المدرسيه لرياضه الجيدو سيف الأشباب، كما تشاهدون يعني هي مشاركة عدة مؤسسات تعليمية لتطوير هذه الرياضة على مستوى المؤسسة التعليمية، كما هو معمول به في جميع البطولات الرياضية الأخرى. نشهد مشاركة في صنف الإناث وصنف الذكور، والسن أو الصنف العمري المشارك في هذه الدورة هو 2004-2006، وهذه الدورة هي مؤهلة للبطولة الجهوية ديال البطوله الوطنيه ان شاء الله، حتى ممكن تكون فيها بطوله عالميه في صنف المدارس لهذه الرياضه. مليحه خيرنا شفتها لحفظه ولا يسرى ان شاء الله، وربي يشفي ان شاء الله.